السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. يعني أقل من 72 ساعة على انتهاء مونديال روسيا 2018، على انتهاء واحد من أفضل يعني كؤوس العالم اللي احنا تابعناها وشفناها خلال الفترة الحالية والماضية والسابقة، واعتقد ان ناس كتير جدا حتى عصروا فترات قبل كده في التمرينات قالوا ان 2018 من افضل الفترات اللي فيها يعني مفاجآت وما فيهاش معايير، كل المنتخبات الجماعية تتألق على حساب المنتخبات الفردية، كل المنتخبات اللي بتعتمد على نجم خرجت بالفعل من اللي خرج من دور المجموعات واللي خرج من دور الـ16 واللي خرج من دور الـ8، خلاص دور الـ4 هو جمع أقوى 4 فرق موجودة في كأس العالم، وفعلا هي تستحق أن تكون في هذا الدور، هو دور نصف النهائي. بطولة كأس العالم ممكن نسميها اسم تاني، هي بطولة أقوى منتصف ملعب في العالم، أو اللي عنده نص ملعب كويس، اللي عنده نص ملعب قوي هيقدر ان هو يكمل في البطوله. شفنا 4 فرق في السيمي فاينل عندهم ماكينات في نص الملعب، عندهم قوه خارقه في نص الملعب، عندهم امكانيات بدنيه ومهاريه وخططيه في نص الملعب. عندنا منتخب فرنسا كانتي وبوجبا لما بيرجع معاهم ماتودي طبعا بيزود القوه اللي موجوده في النص ملعب منتخب فرنسا. عندنا منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، عندنا راكيتيتش موجودين طبعا بالقوه اللي موجوده بالاداء الرائع اللي طبعا جمهور ريال مدريد نفسه ان منتخب كرواتيا يحقق بطوله كاس العالم علشان لوكا مودريتش واحد من اللعيبه اللي تستاهل. ناس كتير بتتكلم في قصه ان لوكا مودريتش لو فاز ببطوله كاس العالم ممكن ينافس على البالون دور. انا ما اعتقدش ان الموضوع ده يعني صحيح بنسبه 100%، والدليل على كلامي ان احنا شفنا اكتر من نجم اخذ بطوله. يعني لو هنتكلم على انيستا في 2010 لما اخذ الشامبيونز ليج واخذ بطوله كاس العالم، وايضا كان متالق مع فريق برشلونه في الفتره الحاليه اللي هي كان موجود فيها مع برشلونه، ما توجش بلقب البالون دور او افضل لاعب في العالم، فبالتالي مش مقياس. لكن برشلونه، لكن ريال مدريد من يعني لوكا مودريتش اهو قدام حضراتكم في الصوره بيشبهينه بكرويف. كرويف طبعا واحد من اساطير الكره الهولنديه، وكمان هو واحد من اساطير برشلونه، لكن مودريتش كرواتي ويحمل وبيلعب في نادي ريال مدريد، وبالتالي كل جمهور ريال مدريد متعاطف مع كرواتيا بسبب لوكا مودريتش. بنتكلم على لقاء تاني، هو لقاء انجلترا وبلجيكا. انجلترا واحده من المنتخبات ايضا اللي اثبتت جدارتها في المونديال، معها مدير فني اعتقد ان هو مجتهد، وصل بابعد نقطه ممكن يقدر يوصل لها مع المنتخب الانجليزي. كمان مارتينيز مع المنتخب البلجيكي، مع منتخب محترم جدا، مع اسماء زي ما احنا تابعنا شفنا هنا في المونديال ان دول بيتم التخطيط ليهم منذ سنه 2002. كل اللعيبه اللي موجوده قدام حضراتكم دي هم ماشيين بسيستم معين، لوكاكو، دي بروين، كومباني، بنتكلم في كل الناس اللي موجوده. وبما ان احنا بنتكلم طبعا على مباراه انجلترا وبلجيكا، معايا واحد على التليفون من اساطير الكره الانجليزيه ومن اساطير نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي، مستر لي كلارك. مستر لي كلارك، هاو ار يو؟ الو؟ يس، جود ايفنينج. جود ايفنينج. Yes, I can hear you very good. I hope you are doing fine. Welcome on Al Ahli TV. Thank you. Yeah, delighted to be here. Thanks. Yeah, thank you so much. On. The pleasure is mine. So I want to ask you about first, why do you think England lost against Croatia and the dream about its coming home, its end? Yes, the dream, it's coming home. Yes, it has ended, but... I think our national team has done us proud. We're a very young team at the moment. We didn't expect us to get this far. So in the competition to get to the semi-final. But we're delighted with how the team played. Obviously in the semi-final, I think we had a great first half. But from the second half and an extra time, Croatia were just too strong. We couldn't get the ball off them.
Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, all world-class players, and we just found it difficult. I will translate to the people and I'll be back to you with the second question. سألته في البداية على رأيه في مستوى المنتخب الإنجليزي وليه منتخب إنجلترا ما قدرش يصعد للمباراة النهائية ويحقق الحلم اللي كان كل جمهور إنجلترا مستنيه. قال لي احنا عندنا لعيبة صغيرة في السن ممكن ما يكونش عندها الخبرة الكافية. أيضا منتخب كرواتيا كان منتخب قوي جدا وقال اسامي طبعا راكيتيتش ومودريتش وبيريزيتش ومانزوكيتش كانوا كفايه ان منتخب كرواتيا يحقق الفوز ويصعد للمباراه النهائيه. مستر كلارك, also tomorrow the game between England and Belgium. There was a game before in the group stage but also England lost against Belgium 1-0. I think it's different now. It's different. We have a medal. You will play to fight to have a medal. So I think England will be more motivated than Belgium. Southgate has the passion to have this medal and to be the third place in the World Cup and to do something for himself and for the players. Yeah, I agree. We played in the group. Both teams made lots of changes. It wasn't our first 11 players out on the pitch, but you know, tomorrow is an opportunity for the players. I think Southgate will pick players who maybe have not played much in the World Cup to give them the experience to look forward to the future. And but as you say, to win a medal, to get the bronze medal in the World Cup after what's been a difficult few years for the England national team could be a great possibility for them. So we all look forward to the game tomorrow to try and win it and progress and give the nation lots of hope going into further competitions. Yes, سألته على وجهة نظره في مباراة بكرة أمام المنتخب البلجيكي ومباراة الثالث والرابع. ساوثجيت عنده دافع أكبر هو ولعبة إنجلترا من المنتخب البلجيكي, عايز يحقق حاجة لنفسه, حاجة للمنتخب, واللعيبة الصغيرة دي تحقق حاجة فيهم أول مشوار أو أول تجربة دولية ليها. قال لي طبعا أكيد هي مباراة تكون قوية, طبعا الموضوع مختلف ما بين مرحلة المجموعات عن المباراة الحالية, ممكن يبقى في دفع لبعض اللعيبة اللي ما شاركتش في مشوار كأس العالم, لكنه في الآخر أكيد بتمنى التوفيق للمنتخب الإنجليزي. Also Mr. Clark, I want to ask you about the Sunday match between Croatia and France. Who do you expect to win the final and who will be the better side? We know that France is a good team, has a very good players, but Croatia played 3 games in a row, 120 minutes. So who do you think? I think two terrific teams, two excellent teams with lots of very, very good individual players. It will be very tight. I think the midfield area will be the where the game is won and lost. Obviously, Pogba in there for France, Modric, Rakitic in there for Croatia. It's who dominates those areas. We have to see what happens. I'm looking forward to the game. I think it'll be exciting. I think there'll be lots of good players on view and you know, hopefully the best team who produces the best football will win the game. And what about the overload of Croatia? 3 games in a row, they played 120 minutes. No. It can be affected the players of Croatia? No, I think everyone in England was talking about this as being a possibility for England to win the game. This wasn't the case. Croatia in the second half were very strong, yes. Looked very fit, looked very physical. So I don't believe this will be an issue. No. I think it's the World Cup final and everyone wants to play in these games and this will not be an issue come Sunday. سألته على رأيه في المباراة النهائية ما بين فرنسا وكرواتيا, يعني كان متفق معايا في موضوع نص الملعب. قال لي نص الملعب
عندهم كل منتخب يمتلك نص ملعب أفضل من المنتخب الآخر، وبالتالي نص الملعب هو اللي هيفصل وهيحكم في المباراة. ذكر على سبيل المثال بوجبا وكانتي في نص الملعب في منتخب كرواتيا، ذكر مودريتش وراكيتيتش، وبالتالي هتبقى مباراة قوية جدا. سألته على الإجهاد، هل هو هيأثر على منتخب كرواتيا؟ لعب ثلاث مباريات على التوالي 120 دقيقة، قال لي ما أعتقدش، هم عندهم لياقة بدنية عالية جدا. شفنا في ماتش المنتخب الإنجليزي لما نزلوا الشوط الثاني كانوا أقوياء أقوى من الشوط الأول، وبالتالي دي نهائي كأس عالم، وبالتالي ما فيش حاجة هتأثر على الفرقتين. Mr. Clark, I will take you to the English Premier League about Mohamed Salah. You know that he was the top scorer of the English Premier League last season. He was the best player. A lot of things happened with Mo Salah and Liverpool. Do you expect from Mo Salah this season to be similar like the last season, or maybe he has a less chances than the last season? No, listen. Mo Salah was a fantastic player in England last season. We expect to see him next season. Everyone in England, whether you were a Liverpool fan or not, we love to watch Mo Salah. Fantastic goals, yes. Creates his own goals. A very, very talented, magical player. Mo Salah is a big football player in England, and we love to watch him. So this season we expect the same as he produced last season. Do you think with the signing that Liverpool is doing now, that Liverpool will be, for an example, a good opponent to Manchester City and Manchester United and the top clubs, and can win the English Premier League? Or still Liverpool doesn't have the good quality players that can win the title of the English Premier League? No, Liverpool can win the English Premier League without a doubt. We believe in this country that Liverpool have one of the best squads in the league, and they can challenge Manchester City, also Manchester United and Chelsea to challenge, and Tottenham Hotspur to challenge for to win the league. So, no, we Mo Salah and his teammates, we believe, can do. Do the very good things. Yes, Mr. Clark, thank you so much for your time, and of course, good luck for England tomorrow against Belgium. Thank you so much. كان معنا لي كلارك النجم الكرة الإنجليزية ونجم نادي نيوكاسل الإنجليزي. وآخر سؤال كنت سألته على محمد صلاح، وحقق موسم رائع جدا الموسم الماضي، هل تتوقع تألق محمد صلاح الموسم الحالي ولا فرصه أقل؟ قال لي محمد صلاح كلمة مهمة جدا جدا جدا، قال لي لو بتشجع ليفربول أو لا، احنا كلنا بنحب محمد صلاح، كلنا بنحب نتفرج عليه، قدم موسم رائع جدا، واحنا مستنيين انه يكون ان شاء الله الموسم اللي جاي بيقدم نفس المستوى احسن كمان. سألته على فرص ليفربول في المنافسة على اللقب بعد التعاقدات اللي تعاقدوها مع بعض اللاعبين في الموسم أو الفترة الحالية، هل هم قادرين على المنافسه على اللقب ولا لا؟ قال لي طبعا ليفربول يقدروا ينافسوا على اللقب، وواحد من الانديه اللي عندها لعيبه على اعلى مستوى، وكمان بزود لكلامه انه عنده مدرب محترم ومدير فني بيعرف دايما يطلع احسن حاجه موجوده في اللاعبين. هنبدا مع حضراتكم طبعا بالاخبار، لكن مكالمه لي كلارك اكيد طبعا كانت مهمه. بكره في مباراه انجلترا وبلجيكا، وكان لازم يعلق على المباراه زي ما احنا معودين حضراتكم ان كل حلقه بنحاول نجيب لحضراتكم حاجه مختلفه، بنحاول نجيب الجديد ونجيب حاجه يعني مش بتشوفوها غير على قناه الاهلي. معنا الحمد لله طاقم اعداد على اعلى مستوى، بنتعب وبنجتهد علشان دايما نكون عند حسن ظن المشاهد. هنبدا باخبار المونديال اللي موجوده في الصحف العالميه وعلى السوشيال ميديا، اخر التصاريح واخر الاخبار اللي موجوده سواء في موقع الفيفا ايضا او خاصه بكاس العالم. زي ما احنا عارفين ان خلاص كاس العالم يوم الاحد اخر مباراه هتنتهي، وبالتالي كلنا داخلين على يوم الاثنين، هيكون يوم مهم جدا جدا في الدوري الايطالي، وهو تقديم كريستيانو رونالدو لوسائل الاعلام الايطاليه لاعبا منتقل من صفوف ريال مدريد الى اليوفنتوس. اعتقد انه هيكون يوم تاريخي. حصل قلبان بعد انتقال رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس على السوشيال ميديا وعلى المستوى طبعا يعني الانتماءات والمشجعين. يعني على سبيل المثال السوشيال ميديا في يوفنتوس في ارتفاع مزدهر،
ناس كتير جدا عملوا انلايك للفيسبوك والانستجرام بتوع ريال مدريد وانتقلوا الى يوفنتوس، وبالتالي الارقام هبقى اجيب لحضراتكم بالظبط ايه اللي حصل. تقريبا بنتكلم في 500,000 متابع على الفيسبوك، بنتكلم على 3,000,000 متابع ليوفنتوس على الانستجرام، بنتكلم على تويتر. تخيلوا حضراتكم لاعب بينتقل من نادي لنادي بثوره، بثوره جماهير عشاق رونالدو، لكن للاسف رونالدو بعد ما انتقل الى يوفنتوس اعتقد ان هو الليجا هتفتقد رونالدو وميسي، هيبقى موجود ميسي. مش عارفين بقى لسه ريال مدريد هيعوض غياب رونالدو بايه، هل هو بهازارد، هل هو طبعا نيمار. وقصة نيمار ان رسميا ريال مدريد اعلن عن بيان بيقول فيه ان نيمار مش مطلوب، واحنا مش عايزين او مش هنطلب نيمار من باريس سان جيرمان، لكن هازارد ابرز ما على الساحة او على الترابيزة لإدارة ريال مدريد. وبعديها خلاص ايام ايضا ويبتدي الدوري الانجليزي الممتاز، يعني اللعيبه هتخلص الدوري الكاس العالم واسبوع تقريبا او 10 ايام وهيبدا اولى الجولات بالسوبر الانجليزي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وبالتالي اللعيبه مش هتلحق تريح ولا يوم قبل انطلاق الدوري الانجليزي. نبدا مع حضراتكم بالاخبار اللي موجوده معانا في المونديال، ونبدا برئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انفانتينو. تصريح مهم جدا عن ندرس زياده منتخبات مونديال 2022 الى 48 فريق. طيب يا جماعه عشان نشرح لحضراتكم ليه القرار ده اتقال او ليه الكلام ده تم تداوله دلوقتي. خلاص هم اتفقوا على ان مونديال قطر 2022 هيقام ما بين شهر نوفمبر وحتى شهر ديسمبر، ده بعد ما تم اعتراض منتخبات وبلاد أوروبية عندهم الجو ساعة زي ما احنا عارفين، وبالتالي قطر في الصيف هتبقى حارة جدا، فما فيش منتخب هيستحمل اللعب في الفترة أو درجة الحرارة المرتفعة. وبالتالي مونديال 2022 قبل ما يتم توقيع الاتفاق ما بين الفيفا جوزيف بلاتر ودولة قطر اتفقوا على عدد المنتخبات فقط 32 منتخب فقط لا غير. لكن بعد ما جاء انفانتينو وبعد ما تم الاسناد مونديال 2026 لثلاث دول امريكا والمكسيك وكندا بعدد منتخبات 48 منتخب. طيب في لسه مناقشات وتداولات ما بين قطر وبين الفيفا ان هو يتم زياده عدد المنتخبات الى 48 فريق. انا بقول لحضراتكم صعب جدا 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 في دوله صغيره زي دوله قطر ان يتم استقبال 48 منتخب بالبعثات بتاعتهم بالجماهير بحاجات كتيره جدا جدا موجوده. بنتكلم يعني احنا بنتكلم في روسيا عدد الجمهور والبعثات اللي موجوده ب 32 منتخب حوالي 3,000,000. 3,000,000 اصلا هيكونوا عائق كبير جدا بالنسبه لقطر، وانا اعتقد ان لازم يكون في حلول علشان الموضوع ده يتحل، لكن بالمنظر ده 48 منتخب في 2022 اعتقد الموضوع هيكون مستحيل في المونديال القادم بعد ما شفنا طبعا يعني الاعداد الرهيبه واللي بتتزايد مع سهوله التنقلات بطوله بعد بطوله. وبالتالي لسه هنشوف الفيفا وقطر هيرسوا على ايه، هل الاكتفاء ب 32 منتخب ولا الزياده الى 48 منتخب. طبعا قاره افريقيا بتتمنى الزياده وبالتالي زياده مقاعد الفرق الاول منتخبات الافريقيه. المنتخب البلجيكي يطير الى سان بطرسبرغ لمواجهه انجلترا، زي ما احنا عارفين ان المباراه النهائيه في لوجنيكي والمباراه الثالث والرابع في سان بطرسبرغ، وبالتالي بلجيكا بعد ما كانت على بعد خطوات من لوجنيكي هتروح الى سان بطرسبرغ. وساوث جيت دوافعنا قويه لتحقيق ميداليه في كاس العالم، ده اللي قلت لحضراتكم عليه وكان كلامي في المداخلة اللي كانت مع لي كلارك. قلت له ساوث جيت عنده الدافع أكبر من المنتخب البلجيكي. بصوا يا جماعة من الآخر الخسران من مباراة قبل النهائي بتبقى الدوافع. حاطط في دماغه الصعود إلى المباراة النهائية بعد ما كل العالم كان بيشيد بالمنتخب البلجيكي وكان متوقع انه يفوز بالبطوله، وبالتالي احنا عارفين ان كان في لقاء ما بين انجلترا وبين بلجيكا لكن كان بالصف الثاني لكلا المنتخبين، وبالتالي
منتخب بلجيكا هو اللي فاز على المنتخب الانجليزي 1-0، لكن زي ما اتكلموا في انجلترا والصحف العالميه الانجليزيه قالوا ان خساره المنتخب الانجليزي مقصوده. شفنا انجلترا ان هم كانوا موجودين في القرعه من الجانب الضعيف اللي كان فيها السويد، مش ضعيف يعني نتكلم على اخف من الجانب الاخر، كان فيها السويد زي ما احنا تابعنا، كان فيها كولومبيا قبله منتخب كرواتيا، وبالتالي ارحم من فرنسا بقى والارجنتين وبلجيكا والبرازيل ومنتخبات قويه جدا جدا موجوده في تصفيات كاس العالم 2018 بروسيا. وبالتالي انا زي ما انا قلت دوافع المنتخب الانجليزي وساوث جيت وتتويجه بالميداليه البرونزيه مع جيل صاعد من الشباب اللي فشل في تحقيق غيره، يعني كابيلو بنتكلم على إريكسون فشلوا في حصول منتخب انجلترا او صعوبه منتخب انجلترا لابعد نقاط في المونديالات، ودايما كانوا بيخرجوا من الادوار التمهيديه او ادوار المجموعات او ادوار النوك اوتس بس من بدري. وبالتالي هنشوف مباراه ممكن نقول يعني هيكون فيها تفوق اكبر للمنتخب الانجليزي ده لو المنتخب البلجيكي ما كانش ليه راي تاني وكانت اللعيبه قدرت ان هي تقتنع ان لسه بطوله كاس العالم ما انتهتش ولسه عندنا مركز نقدر نقاتل عليه ونحافظ عليه عشان نشرف اكيد في انجاز فريد للكره البلجيكيه بحصولنا على المركز الثالث في بطوله العالم. اما تاهل المنتخب الكرواتي لنهائي المونديال يحقق انتعاشه اقتصاديه، مفيش شك ان طبعا دي رئيسه كرواتيا اللي كل العالم متعاطف معاها وكل العالم بيتابعها وبيشيد بيها، متواجدة في روسيا ومشجعة ومساندة للمنتخب وللمنتخب الكرواتي، زي ما احنا شفنا كمان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على طول معاها. وبالمناسبة كمان مباراة يوم الأحد في النهائي هيبقى فيها أربع رؤساء، نتكلم في رئيس كرواتيا وأيضا رئيس فرنسا ورئيس روسيا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هتبقى مقصورة تقيلة فيها شخصيات مهمة جدا جدا. وأنا أعتقد أن روسيا زي ما قدرت تنظم مونديال ناجح تقدر تطلع في المباراة النهائية بشكل رائع جدا جدا. أما مارتينيز في تصريح بيقول نبحث عن الفوز على إنجلترا لإحراز البرونزية، زي ما قلت لحضراتكم دي مباراة اثنين مدربين، اللعيبة ممكن نقول ان لعيبة منتخب انجلترا هي اللي ليها الكفة الارجح بعد الاحباط اللي بيسيطر على المنتخب البلجيكي، لكن اعتقد ان مارتينيز وتييري أونري عينيهم على الميدالية البرونزية وهي انجاز كبير جدا في بطولة كأس العالم، وانا اعتقد ان انجلترا وبلجيكا هيكون ليهم دور مهم جدا جدا في المونديال القادم ان شاء الله. طيب معانا على التليفون الاستاذ نزار النور اللي كان موجود معانا قبل كده وهو المرافق لبعثه منتخب فرنسا علشان يتكلم معانا على المباراه النهائيه ومذيع بقناه فرنسا 24. استاذ نزار ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن، ازيك وازاي حضرتك؟ مبار حضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله الله يسلمك. اخر مره قلت لحضرتك ان شاء الله نكلمك المره اللي جايه واحنا بنبارك للمنتخب الفرنسي وكمان نقول مبروك على صعود المنتخب الفرنسي للمباراه النهائيه. مباراه بلجيكا كانت صعبه جدا لكن ديدي ديشامب عرف يتعامل مع المباراه بشكل رائع جدا وبتكتيك عالي وعرف يستغل بعض نقاط الضعف اللي كانت موجوده في صفوف المنتخب البلجيكي وفاز بالمباراه. انا شايف ان هو باقل مجهود وصعد للمباراه النهائيه. مباراه كرواتيا اكيد مختلفه عن مباراه بلجيكا، مباراه كرواتيا ثلاث لقاءات منتخب كرواتيا لعبها 120 دقيقه، لكن نص ملعب كرواتيا قوي جدا وبينافس بقوه المنتخب الفرنسي، شايف حضرتك اللقاء ازاي؟ يعني بداية دعني أقول أن المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب البلجيكي أو في جميع المباريات في المونديال هذا بطريقة براغماتية، يعني طريقة نيل النتيجة دون العرض دون تقديم كرة قدم جميلة، يعني تمام. هذا ما يتبعه المدرب ديدي ديشان، هذا تكتيك واستراتيجية استفاد المنتخب الفرنسي من التاريخ، يعني في العشرين سنة الأخيرة المنتخب الفرنسي وصل للنهاية ثلاث مرات، فوز مرة وخسر مرة وها هو يصل مرة ثالثة للنهائي المونديال. يعني كل ما يتطلبه الآن هو وضع نجمة جديدة على القميص، يعني ليس أكثر يعني. تمام. ما حدث في 2006 أن المنتخب الفرنسي لعب مباريات رائعة جدا بقيادة زينين زيدان والجيل الذهبي لهذا المنتخب الفرنسي. ما حدث في المباراة الأخيرة بأنه حتى زيدان عندما سدد ضربة الجزاء في حارس كبير كارلويس بوفون
سددها على طريقه البانينكا يعني، نعرف ان الطريقه هي تثير الاعصاب وتثير الخصم يعني، الطريقه يعني ممكن لا تنجح اصلا انك تسدد الكره بهدوء عندما يسقط الحارس. الان في 2016 قبل سنتين قبل الان ما حدث ايضا انه لعب مع البرتغال المباراه النهائيه وبتسديده في الوقت الاضافي تسديده وحيده في المباراه دخلت الكره الى شباك المنتخب الفرنسي وخسرت الكاس. اذا الالقاب يعني تتوج بها ولا تلعب، هذا ما فهمه ضد شعور الاتحاد الفرنسي لكره القدم، لذلك يتبعون هذه الطريقه البراغماتيه بانك تفوز بكل مباراه مرحله بعد مرحله باداء تصاعدي دون ان تقدم العرض المطلوب. هذا ما يفهم من التاريخ في 20 سنه الاخيره، يعني حفره كبيره عندما تصل الى النهائي مرتين وتجد نفسك يعني في لا يسجل في التاريخ اسم من لا يتوج باللقب، يسجل اسم من يتوج باللقب يا رجل. طبعا يعني عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن كم لقب سجلته مصر في كاس الامم الافريقيه، كم مره شاركت في المونديال. لا يمكن ان تسجل اسم من لا يتوج باللقب، من يتذكر مع من لعبت مصر في نهائي 2010؟ لا احد، ولكن الجميع يتذكر بان مصر توجد باللقب. من لا يتذكر ان مصر توجد باللقب 3 مرات في كاس الامم الافريقيه على التوالي بقياده حسن شحاته؟ من يتذكر احد خصوم المنتخب المصري في النهائي؟ لا احد يتذكر الخصم في النهائي، يتذكر من يكتب اسمه في التاريخ. اذا الطريقه البراغماتيه في مباراه بلجيكا هي ذات الطريقه التي سيلعب بها المنتخب الفرنسي في مباراه كرواتيا. سيسعون الى استغلال اعياء المنتخب البلجيكي الكرواتي عفوا في 3 مباريات التي لعبها بعد دور المجموعات، يعني هو اذا حسبنا بالحساب على مستوى الاحصاء الوقتي الزمني بان المنتخب الكرواتي لعب مباراه اضافيه 30 دقيقه هي 90 دقيقه، يعني 90 دقيقه يعني شوطين اضافيين يعني تقريبا. تمام، الاوقات الاضافيه تكفي الى ان يكون المنتخب الكرواتي لعب 4 مباريات، اضف ان المنتخب الفرنسي لعب يوم قبل المنتخب الكرواتي، بامكانه استعاده الطاقه في 24 ساعه اكثر من المنتخب الكرواتي، اضف الى ان المنتخب الكرواتي يعني توفى يعني وصل الى مرحله بعيده جدا. الان ديدي شانس يلعب بذات الطريقه 4 مدافعين يعني بافار وهرنانديز الذي يدفع بهما منذ بدايه المونديال، هما لم يكونان اساسيان على الاطلاق لكنهما في كامل الجهوزيه، كان الظهيران الاساسيان هما جبريل سيدي بي ومندي بنجامان مندي كانا مصابين في الفتره الاخيره في الموسم، وبنجامان مندي لم يلعب طوال الموسم تقريبا، قلبات دفاع واحد احدهم يلعب في ريال مدريد والثاني في برشلونه فاران وفيتيكي، حارس قوي كالحارس هوغو لوريس الذي يلعب في توتنهام، خط وسط دفاعي او يعني امام المدافعين لديك لاعبان هما بول بوجبا وكونتي انجولو كونتي، اضف الى جريزمان ومبابي وجيرو وماتودي الذي يعني يملك نفس طويل جدا في المباريات، يعرفون جيدا ان المنتخب الكرواتي يتميز بالبرود يتميز بالالتزام التكتيكي، لديه خط يعني خط عمود فقري قوي جدا هو الحارس سوبايس الذي يلعب في موناكو، لديه لاعبان في خط الدفاع لديك لوفرين وهو يلعب في ليفربول والزميل محمد صلاح ووصل الى نهائي الشامبيونز ليج، ولديه انفيدا القوي جدا والذي يزيد الضربات الهوائيه الضربات الراسيه، اضف ان لديهما لاعبان في خط الوسط هما راكيتيتش ومودريتش احدهما في برشلونه والاخر في ريال مدريد يتميزون باقوى خط وسط، اضف الى مانزوكيتش الذي يجيد ايضا الضربات الراسيه والكرات الثابته تشكل خطر كبير مع مانزوكيتش. الان على المنتخب الفرنسي ان يدخل هذه المباراه ويضرب بالصحقه الكهربائيه، يعني يجيب ضرب الكرات بالصحقه الكهربائيه تقدم بهدفين او ثلاثه في اقل من نصف ساعه حتى لا يستفيقوا خلال المباراه لان لديهم النقطه الطويله، شاهدناهم في العديد من المباريات مع الدنمارك. كنت لسه استاذ نزار هقول لحضرتك ان منتخب انجلترا ان منتخب انجلترا سبب خسارته امام المنتخب الكرواتي هو عدم استغلال الشوط الاول في احراز اكثر من هدف، وبالتالي كرواتيا عادت من جديد في الشوط الثاني، وزي ما حضرتك شفت وتابعت منتخب كرواتيا قدر انه يتفوق على المنتخب الانجليزي بسبب استهتار الانجليز امام الكروات، فانا اعتقد ان الفرنسيين عارفين كده او شايفين ان المنتخب الكرواتي لازم لما تجيب هدف تعزز بالتاني. صحيح، هو القاعده الاساسيه في كره القدم عندما لا تسجل يدخل الى مرماك الاهداف، تدخل الى مرماك الاهداف. هو يعني المنتخب الانجليزي لم يستهتر، هو صراحه فشل لان المنتخب الكرواتي قوي جدا في هذه النقطه، تقفيل منطقه الوسط، يسيطرون على الوسط، هذا خطا التكتيك بالمدرب ساوثجيت، اعتقد انه ترك خط الوسط للاعبين الكروات
وهنا الخطورة الحقيقية عندما تترك لهم الوسط يصعب الاختراق والوصول إلى منطقة الدفاع. يعني شاهدنا أن المنتخب الإنجليزي يصل اللاعبون حتى خط الخصم ويفشلون في تسجيل الأهداف، وهذا خطأ كبير لأن المنتخب الكرواتي يملك النفس الطويل ولديهم برودة أعصاب غير عادية. شاهدناهم أمام الدنمارك أضعوا ضربة جزاء في الدقيقة 14 بعد المئة في الأشواط الإضافية. إذا عندما يصلون إلى هذا النوع من يعني من التدمير المعنوي ويقفون في ضربات الترجيح بقوة، معناها أن لديهم يعني عقلية حديدية صلبة، فولاذ، يعني لديهم روح معنوية من الفولاذ، ليس فقط من الحديد، من الفولاذ، يعني أقوى معدن ممكن أن يكون. هل عليك ضرب هذه الروح المعنوية مبكرا وإنهاء المباراة حتى تنتهي على ما تريد، وإلا ستدفع الثمن غاليا جدا مع الوقت. هل منتخب فرنسا لما لاعب منتخب بلجيكا يعني كان في صعوبات بتقابل المنتخب الفرنسي لما بلجيكا لعبت بثلاثة في قلب الدفاع، وده بالتالي قفل أكتر على الثلاثي الهجومي للمنتخب الفرنسي، عكس المنتخب الكرواتي اللي هيلعب بأربعة في خط الظهر، وبالتالي يوجد مساحات جريزمان وإمبابي بيعرفوا يتعاملوا في المساحات اللي تبقى موجودة دايما في المسافات اللي في موجودة في أي منتخب بيلعب بأربعة. هل حضرتك شايف أن كرواتيا واللعبة بأربعة بيسهل شوية تحركات امبابي وجريزمان من على الأطراف واستغلال المساحات والسرعات اللي موجودة؟ يعني بداية دعني أقول لك بأن المنتخب البلجيكي افتقد إلى الناحية اليمنى. المنتخب البلجيكي كان يهاجم فقط من الناحية اليسرى بواسطة هازارد ودي بروين الذي كان في بعض الأحيان يمر عن طريق الناحية اليمنى، لأن هناك كان غياب للظهير مونيه، توماس مونيه الذي يلعب في باريس سان جيرمان كان موقوف في هذه المباراة طبعا. لذلك كان هناك نقص في التوازن، توازن الهجمات الفرنسية، ولو كان مونيه موجود لما انتهت المباراة بهذه الطريقة ولما فاز الفرنسيون بهذه الطريقة كانوا سيعانون كثيرا حتى يصلوا إلى النهائي. كان قد تلقى البطاقة الصفراء الثانية وأخفي من هذه المباراة من حظ الفرنسيين أنهم كانوا فقط يعانون من هازار الذي يعني أعيا الدفاع يعني أعياء كامل، يعني لأنه أنجولو كونتي إذا استطاع أن يكون ما بين دي بروين وهازار كان لا يمكن أن يكون أيضا من الناحية اليسرى، فكان سيجبر كثيرا ما تودي إلى العودة إلى منطقة الدفاع وبول بوغبا إلى الميول ناحية اليسار. الظهير الأيمن أو البديل الذي أدخله المدرب تشيلسي لم يكن بقوة مونيه في الهجوم الفعال، لم يكن هجوما فعالا، يعني كان مخيفا ولكن ليس بالرية مونيه. مونيه كان يتقدم ويصل حتى خط المرمى ويشارك في الضربات العالية، هو طويل القامة وكان يشارك في الضربات الرأسية وكان يؤمن خط الدفاع. أعتقد الآن المساحات في خط الدفاع الكرواتي أقل وقوية، ولكن هذا يعني سيعطي الأمل الآن للفرنسيين بأن يصبروا على حقيقتهم. يعني أعتقد بأن المنتخب الفرنسي لن يلعب بطريقة الأداء البراغماتي الذي أداها أمام بلجيكا، سيحاول أن يصل بقوة إلى المباراة ويسيطر على الكرة ويسجل أهداف مبكرا، هدفان مبكرين حتى يعني يسجل هدفين مبكرين حتى لا يعاني كثيرا مع الكروات، لأن الكروات إذا استمرت معهم لمدة طويلة ستعاني معهم معاناة كبيرة، يعني ستحتاج إلى وقت إضافي ولضربات الحظ والترجيحية. لديهم هم عقلية يعني قوية جدا. الشيء المهم مع الكروات أن ليس فقط الروح المعنوية القوية، ولكن يجب أن تكون حتى أنت بارز، يجب أن لا تنفعل، سيحاول بقدر الإمكان أن يجعلوا اللاعبين المنتخب الفرنسي يعني ينفعلون بسهولة، تلقي البطاقات أيضا هذا يدمر استفزاز لاعبي كرواتيا لمنتخب فرنسا ويستنزفوك معنويا عندما لا تسجل الأهداف. تأكد تماما أن الطاقة البدنية تقل عندما تكون لديك 30 هجمة في لما تمتلك 30 هجمة في شوط أول مثلا، يعني تقريبا في كل دقيقة أنت تهاجم ولا تسجل الأهداف، هنا يكون استنزاف معنوي، هنا تفقد القوة المعنوية الحقيقية لروح الفريق. لذلك يجب تسجيل الأهداف وأن تكون واقعي، تكون براغماتي، عقب ذلك تقفل المنطقة وتترك لهم الكرة وتنتظر حتى تتوج. سريعا يعني مباراة بلجيكا وانجلترا، شايف حضرتك مين أقرب للفوز بعد ما الفرقتين خرجوا محبطين في مباريات قبل النهائي؟ هل هي مباراة هتبقى بين اثنين مديرين فنيين كل واحد بيحلم وعنده طموح انه ياخد ميدالية، ولا هنشوف مباراة قوية ما بين منتخبين عملوا بطولة كأس عالم مشرفة، واعتقد ان هم اكتر منتخبين استفادوا بالجيل الحالي اللي موجود، وهم كمان في خطوة جيدة لمونديال قطر 2022؟ يعني
يعني انا يعني ابشر بان المنتخب الانجليزي سيكون رقم في البطولات المقبله، يعني نعرف ان المنتخبات الانجليزيه السنيه تتوج في الابطال في القارات الاوروبيه. تمام. المنتخب البلجيكي ايضا لديه اجيال واجيال تحضر من اجل الفريق المنتخب الحالي، هكذا يعملوا في هذين الدولتين يعني. ما اريد ان اقوله هذه المباراه عرفا هي مباراه دكه الاحتياط عرفا، يعني في جميع السنوات التي شاهدنا فيها المونديال وتابعناه دائما ما يلعب المنتخب الذي يشارك في هذه المباراه المنتخبان يلعبان بالتشكيل الاحتياطي، لا احد يلعب بالتشكيل الاساسيه، هي فرصه لراحه اللاعبين بعد موسم طويل، البعض من اللاعبين وصل عدد مباريات الى 60 مباراه يعني، ما هي اهميه ان تحدث في كاس العالم؟ الاهميه هو اللقب، اذا تفقد اللقب تترك الفرصه لبقيه النجوم، لان هناك على دكه الاحتياط اسماء كبيره. اعتقد ان المنتخبين سيدخلان الى هذه المباراه سيقدمان كره جميله، ولكن هي مباراه تشكيليه يعني خلاص يعني انتهى الامر، يعني اذا لم تصل الى النهائي لن يكون هناك ذات الجهد لتثبيت الميداليه الذهبيه البرونزيه كما هو الذهبيه والفضيه. دائما الاعياء يكون قد اصاب الجميع، هنا هذا وقت لاستراحه المعارك والنظر الى المستقبل ودراسه ما هي السلبيات حتى الان هي مباراه التشكيل الاحتياطيه كما تحدث دائما في المباريات الاخيره في دور المجموعات، لا احد يلعب في التشكيل الاساسي حتى ولو كان صراع على المركز الاول، يتركون دائما اللاعبين الاساسيين يتركوهم للمباريات الصعبه المستقبليه، يعني يتركون لهم المستقبل ويحاولوا تجريب الاحتياطيين، يعني حتى يكون هناك يعني تجربه بانه لاعب يعني هناك بعض اللاعبين في المنتخب البلجيكي لم يشاركوا في اي مباراه، سنجدهم غدا في هذا المنتخب، لن يلعب المدرب بالتشكيل الاساسيه، هكذا تحدثت الصحفيه قراءه، ولكن سننتظر مباراه جميله بين الفريقين، ايا كان حتى التشكيل الاحتياطيه للفريقين ستكون يعني تشكيله قويه، يعني يجب ان لا ننسى ان حتى اللاعبين على دكه الاحتياط هي اسماء كبيره، المنتخبان تواجها في دور المجموعات وانتصر المنتخب البلجيكي في مباراه ايضا لعبها المنتخب الانجليزي بتشكيل احتياطي، يجب ان نتذكر بانهما لعبا في دور المجموعات كانت هي المباراه الاخيره وكانت بلجيكا تسعى لمواجهه منتخب يعني كان مفترض ان يواجهه البرازيل، وانجلترا كانت تهرب من البرازيل حتى تواجه اليابان، ولكن قدرهما ان يخرجا من نصف النهائي خرجا الان من نصف النهائي ستكون مباراه جديده. استاذ نزار النور بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في ما بيننا تليفون يوم الاحد ونبارك لك على فوز المنتخب الفرنسي ببطوله كاس العالم، كل التوفيق لحضرتك في مشوارك مع فرنسا في كاس العالم. وكان معايا الاستاذ نزار النور مذيع قناه فرنسا 24 واللي موجود في بعثه منتخب فرنسا في بطوله كاس العالم روسيا 2018، واتكلمنا في كلام مهم جدا خاص بلقائين الثالث والرابع والمباراه النهائيه ما بين كرواتيا وفرنسا. كمل معاكم باقي الاخبار اللي موجوده خاصه بالمونديال. الاتحاد الاسباني يقدم لويس انريكي يوم الخميس، لويس انريكي طبعا مكان فرناندو هيرو ليقود المنتخب الاسباني، وانا اعتقد انه اختيار موفق للكرة الأسبانية في الفترة القادمة. وأنفانتينو في تصريح عن نيمار بيدافع عنه بيقول لا استطيع قول كلمه سلبيه ضده، طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ما ينفعش يتكلم بالسلب على اي لاعب موجود، لازم يتكلم بالايجاب، طبيعي جدا هو رئيس منظومه اللعبه فلابد من كلام ايجابي وانه يشد من اذر كل الناس اللي موجوده في المنظومه اللي في بتخدم كره القدم. ساوث جيت مستمر مع المنتخب الانجليزي حتى مونديال 2022، دي كمان خطوه ايجابيه جدا للكره الانجليزيه في بطوله جايه يورو 2020 وايضا كاس العالم 2022، وانا اعتقد دايما الاستقرار هو اللي بينجح اي مدير فني او بينجح اي فريق موجود في العالم، دايما لما بيبقى في علاقه جيده ما بين الاتحاد والمدرب واللاعبين، كمان لما المدرب بيطلع باللعيبه زي ما حضراتكم شفتوا مع ساوث جيت غير وشقلب كيان المنتخب الانجليزي كله، لعيبه خبره دوليه قليله صغيرين في السن عندهم عطاء عندهم طموحات محتاجين يحققوا حاجه لبلدهم اللي احنا شفناه وتابعناه في مونديال روسيا 2018، و 313 الف يورو تنتظر لاعبي بلجيكا حال الفوز ببرونزيه المونديال، اعتقد يعني رقم ممكن دي بروين ما يكونش بياخده في اسبوعين مع مانشستر سيتي، وبالتالي يعني هو دي مكافئات الفيفا وهي دي الحافز اللي موجود في بطولات كاس العالم، لكن اعتقد الفائز بالمركز الاول يعني بياخد رقم كبير جدا جدا هجيبه لحضراتكم بالظبط. اما كارلوس البرتو باريرا
لن تصريح طبعا عن البرازيل بيقول لن يدربنا اجنبي كما يحدث في انجلترا. كلامه كان على إريكسون وكابيلو. طبعا البرازيل هم ملوك الكوره، ملوك الامتاع، هم ملوك المهاره، وبالتالي ما ينفعش ان مدير فني اجنبي يدرب المنتخب البرازيلي منهم فيهم. يعني حتى لو ايه هتلاقي مدير فني في الاخر بيمسك منتخب البرازيلي بيحقق معاهم نجاحات، عكس منتخبات تانية كتير ممكن تستعين بالاجنبي على حساب الوطني. لكن في الاخر انا شايف ان العالم كله لو هنقارن الوطني ولا الاجنبي، انا اختار الوطني دايما هو اللي بيحقق انجازات. مش بتكلم على مصر، بتكلم على العالم كله ما عدا مصر، احنا حاله مختلفه تماما. اما ساوث جيت يجري تعديلات في تشكيلات انجلترا امام بلجيكا، عندهم زي ما احنا سمعنا مع لكلارك ومع الاستاذ نضال النور ان في بعض ممكن يستعين ببعض التغييرات، وطبعا ده هيحصل اضطراري مبدئيا في غياب هندرسون وتريبييه عن مباراه بلجيكا، وبالتالي هيدفع بداني روز واريك داير. ده لسه مش عارفين البقيه، هل في بقيه في التشكيل ولا هو هيكتفي بتغيير هندرسون وتريبير فقط. بالمناسبه هاري كين بيلعب مباراتين مصاب، كمان جيمي فاردي مصاب، فما ينفعش يحل محل هاري كين، وبالتالي هل نشوف غياب هاري كين؟ هل هاري كين لو لعب يقدر ان هو يزود رصيد اهدافه؟ هل لوكاكو عنده نفس الطموح لو لعب وتم الدفع بيه من بدايه المباراه؟ هل لوكاكو كمان عايز يقرب الفارق ما بين هاري كين 6 اهداف وان لوكاكو عنده 4 اهداف؟ اعتقد الموضوع يعني يستحق يعني الصراع زي ما بنقول على لقب الهداف. اما تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي، المونديال بدايه تشكيل خارطه الكره الروسيه، ما فيش شك ومحدش ينكر ان بعد بطوله كاس العالم وتنظيم روسيا ووصول روسيا لدور الثمانيه، الموضوع في روسيا هيختلف تماما في كره القدم سواء في المنتخبات او على صعيد الانديه. صعيد الانديه نسبة التعاقدات مع النجوم هتزيد، الاهتمام بالمنتخبات هيكبر بكتير، مش بس منتخب روسيا الأول، أعتقد منتخبات الشباب، ودي حاجة إيجابية طبعا من كرة القدم اللي دايما بتحل وبتقرب وبتخلي كل حاجة ليها متعة في طبعا في أي وقت احنا بنتفرج عليه. وفرنسا وكرواتيا بالزي الأساسي في مواجهة النهائي، الأزرق والأبيض في الأحمر، وبالتالي مش هيبقى فيه اختلاف. لا دي الصورة دي يعني هما اتنين، ده مش الأساسي، ده الزي الاحتياطي لكل منتخبين عشان محدش يربط ان دول ازاي هيلعبوا ضد بعض بنفس اللون. لا هي كرواتيا الزي الخاص بيها هو أبيض في أحمر، ومنتخب فرنسا بيلعب بالزي اللي امبابي لابسه، فبالتالي امبابي هيلعب بيه او فرنسا تلعب بالزي اللي لابسه امبابي، وكرواتيا تلعب بالزي الابيض في الاحمر في المباراه النهائيه. وزلاتكو داليتش مواجهه فرنسا، او زلاتكو داليتش هو المدرب او المدير الفني للمنتخب الكرواتي، تصريح مواجهه فرنسا هي الاصعب ولسنا خائفين. بنتكلم على اثنين منتخبين ما خسروش ولا مباراه في بطوله كاس العالم، كرواتيا يمكن هي اللي كسبت كل لقاءاتها، منتخب فرنسا تعادل مباراة واحدة أمام المنتخب الدنماركي، وبالتالي أكيد زلاكو داليتش ماشي واحدة واحدة مع المنتخب الكرواتي زي ما ديشامب ماشي واحدة واحدة مع المنتخب الفرنسي، وبالتالي جينا لآخر مرحلة من المباريات لازم منتخب يفوز، وبالتالي هنشوف مين اللي عنده الجرأة في أنه يخطف بكأس العالم من المنتخب الثاني. أقوى منتخبين موجودين في البطولة ويستحقوا الوصول عن جدارة واستحقاق، بصراحة كان نفسنا المنتخبين يكسبوا، لكن في الآخر هو واحد فقط لا غير. هنشوف الأحسن والأفضل في يوم المباراة هو ده اللي هيكون يستحق اللقب. وويل سميث الممثل العالمي هيبقى على فكرة موجود في المباراة النهائية لحفل ختام البطولة. تصريح النهاردة في مؤتمر صحفي كان موجود ويتكلم، قال كأس العالم بطولة ساحرة ومليئة بالطاقة، كلنا بنستمتع ببطولة كأس العالم مش بس بالمباريات، بالأجواء اللي موجودة والجمهور اللي بيمتعنا من مختلف الجنسيات لما بنشوفهم يعني واقفين مع بعض موجودين مع بعض في المدرجات، ده طبعا بينعكس علينا بالطاقة الإيجابية اللي أكيد كلنا بنحتاج إن احنا نستمد منها في بعض الأوقات. الرئيس الفرنسي يدعو كوسيلني وباييه لحضور نهائي المونديال، طبعا خارج القائمة للمنتخب الفرنسي، وبالتالي يعني لفتة طيبة، رئيس فرنسا ماكرون بيدعو لعيبه اصلا ملوش دعوه. يعني تخيلوا حضراتكم لما العقليه توصل انه يفكر ان هو يجمع كل اللعيبه اللي كانت موجوده في تجمع المنتخب في المباراه النهائيه، هيبقى طبعا لفته طيبه، وطبعا هيبقى كله موجود تحت شعار واحد هو فوز المنتخب الفرنسي. وراكيتيتش لاعب برشلونه ولاعب منتخب كرواتيا، تصريح طبعا يعني بيدل على العلاقه الطيبه
ما بينه وما بين لوكا مودريتش، وقال انا ومودريتش متفاهمان من نظره العين. يعني ده اعلى نظرات التفاهم ما بين اي حد، يعني بين بقى اب وابنه ولاعب كره قدم ولاعب اخر مدرب ولاعب. البصه في الملعب دي مختلفه، اي اتنين بيفهموا بعض في لعبه في لعبه جماعيه خاصة كرة القدم بيسهل كتير جدا جدا على المدير الفني. على سبيل المثال ممكن نلاقي موضوع مختلف، ممكن نلاقي لاعب نص ملعب عنده كونكشن مع لاعب على الطرف اليمين او الشمال، هو عارف لما يجري في الحتة الفلانية وهو مغمض عينه يلعبها له في الحتة اللي فاضية، هتلاقيه جري واخد الكورة وراح عمل هجمة. فمودريتش وراكيتيتش تفاهم غريب ما بينهم، وبسم الله ما شاء الله عشان ما نحسدهمش يوم الاحد عشان نشوف مباراه جامده ما بين المنتخبين ان شاء الله. وفيليب لام يحمل كاس العالم لملعب لوجينيكي. احنا عارفين ان كل مباراه او كل نهايه كاس عالم منتخب المانيا هو اخر منتخب فاز ببطوله كاس العالم، وكان القائد لمنتخب المانيا هو فيليب لام، وبالتالي هو اللي هيحمل كاس العالم اللي المانيا محتفظه بيه من المكان اللي موجود فيه الى لوجينيكي، الملعب اللي هيقام عليه المباراه النهائيه يوم الاحد الساعه 5 بتوقيت القاهره ان شاء الله. وشكوك حول مشاركه بيريزيتش لاعب انتر ميلان ولاعب منتخب كرواتيا في نهائي المونديال. اعتقد انه هيشارك اخر مباراه مع منتخب كرواتيا، هيحقق فيها حلم كبير منتخب بلاده ما قدرش يوصل للفاينل كاس عالم طوال تاريخ المنتخب الكرواتي، ولو حقق لقب هيبقى انجاز تاريخي ما بعده انجاز. لو نفتكر منتخب اليونان وفوزه باليورو 2004 بعد ما كان منتخب يعني لا متوج ولا عنده خبرات ولا عنده قدرات، لكن مع مدير فني ولعيبه قدروا يعملوا توليفه رائعه، شفنا حماس وقوه واثاره وقدروا يطلعوا يكسبوا منتخب البرتغال في المباراه النهائيه والمباراه الافتتاحيه. وبالتالي كره القدم هي يعني بنتكلم على بره طبعا، مش بنتكلم على هنا في مصر، بنتكلم على بره، ان هي دايما ليها علاقه بمجهود، ليها علاقه بنشوف اللعيبه وقدرتهم على تحمل لياقه بدنيه على اعلى مستوى. بالتالي منتخب كرواتيا بيريزيتش في اخر مباراه ليه، انا شايف ان هو هيلعب وهيدوس على نفسه علشان يساعد بلاده في التتويج ببطوله العالم 2018 ومونديال 2018. وتصريح فيفا يؤكد ان كل فحوصات المنشطات سلبيه. سمعنا وشفنا بعد اول مباراه للمنتخب الروسي امام المنتخب السعودي بعد فوز روسيا بخمس اهداف مقابل لا شيء، لقينا صحف المانيه بتقول ان في منشطات بيتم تناولها للمنتخب الروسي، ولازم طبعا يتم الكشف عن لعيبه منتخب روسيا. لا ده الفيفا مش بس كشفت على لعيبه منتخب روسيا، دي اخذت عينات من كل لاعبي المنتخبات المتواجده في كاس العالم، وبالتالي كله طلع سلبي، مفيش حاجه طلعت ايجابيه. وده كان رد قبل نهايه كاس العالم على الصحافه الالمانيه، مش بس الصحافه الالمانيه، ده على السوشيال ميديا ورد الفعل اللي كان موجود بعد تسريب خبر زي ده. وماتودي نهائي المونديال اللي هي المباراة الحياة للاعبي فرنسا بعد خسارة منتخب فرنسا في اليورو الأخير 2016. منتخب فرنسا خسر أمام البرتغال 1-0، وبالتالي منتخب البرتغال كان منتخب فرنسا كان في حسرة ما بعدها حسرة بعد المجهود اللي عملوه ووصول إلى مباراة نهائية، بيخسروا أمام المنتخب البرتغالي اللي كان أضعف منهم في المباراة، وبالتالي خلاص ديشامب اتعلم من الدرس ولاعيبة فرنسا اتعلموا الدرس، ويمكن تم تعويضهم، ربنا عوضهم بخسارة اليورو على حساب الفوز بالمونديال، محدش عارف. هنشوف مباراة قوية جدا جدا بين الفريقين وهنستمتع أكيد بيها. وأنطوان جريزمان، لست مهتما بالكرة الذهبية، لا أفكر سوى في الفوز بالمونديال. يعني أمر طبيعي، لاعب لو حقق لقب أعتقد أنه هيكون أغلى لقب حققه في حياته وهو الفوز بالمونديال. صعب جدا، بطولة بتقام كل 4 سنين، الله أعلم مين هيقدر يشارك فيها ولا لأ البطولة اللي جاية، وبالتالي الفوز ببطولة كأس العالم يساوي أغلى لقب في حياتك كلها. أعتقد الشامبيونز ليج أسهل شوية من الكأس العالم، تشامبيونز ليج عندك كل سنة فرصة إن أنت تحقق لقب، لكن كأس العالم عندك كل 4 سنين، الله أعلم ممكن تكون مصاب، الفترة بتكون قليلة جدا، شهر واحد مضغوطة فيه الماتشات، وبالتالي هنشوف جريزمان
مع فرنسا هيقدر يعمل ايه. خبر مهم جدا جدا جدا، ورسميا تم انتقال شاكيري اللاعب السويسري لاعب ستوك سيتي السابق اللي كان بيزامل رمضان صبحي في الفريق، رسميا بينتقل الى ليفربول بعد كسر الشرط الجزائي اللي موجود في عدوى 13 مليون باوند، ورسميا بينتقل ليزامل محمد صلاح. عايز اقول لحضراتكم ليفربول كده يعني بسم الله ما شاء الله عنده خط هجوم ناري، عنده فيرمينيو وماني وصلاح وشاكيري. شاكيري زي ما احنا شفنا تألق مع المنتخب السويسري في كأس العالم، احرز هدف، صعد بالمنتخب السويسري الى دور ال 16، وبالتالي صفقه مهمه جدا جدا. وانا اعتقد ان يورجن كلوب عنده سيزون جاي بنسبه 80-90% يقدر ينافس على اللقب، وانا اعتقد ان هو مش اقل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد او من تشيلسي في تحقيق الالقاب الغائبه عن قلعه ليفربول، وكمان عن نجمنا المصري اللي نفسنا يتوج ببطوله الدوري الانجليزي علشان يكون حقق يعني القاب كتيره جدا 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 ومن الصعب الوصول ليها. بوجبا وتصريحات المباراه النهائيه من جانب لاعبي فرنسا، بيتكلم على خطا يورو 2016 لن يتكرر امام كرواتيا. هو ايه الخطا؟ الخطأ إن المنتخب الفرنسي استهتر بالمباراة النهائية وخسر أمام المنتخب البرتغالي 1-0. هو شاف إن لازم المنتخب الفرنسي يركز ويتعلم من الأخطاء وياخد المباراة بجدية قوية جدا، وإنه شايف إن لقب كأس العالم على بعد 90 دقيقة فهم قادرين من وجهة نظره على الفوز بالبطولة. وفيليب لام ينصح خواكيم لوف بتطبيق أسلوب أكثر حزما. فيليب لام الكابتن المعتزل السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وخواكيم لوف قدام حضراتكم على الشاشة وهو المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وتكلم وقال لازم تكون حازم أكثر من كده. والجميل برا أنه كله بيتقبل النقد والأمر، محدش بيزعل من تصريحات أي شيء ولا حد بياخدها على أنه بينتقدني نقد سلبي وبالتالي هيأثر عليا وهيقطعوا فيا. لا بره ما اعتقدش يعني، واحنا شايفين ومتابعين الموضوع ده قليل جدا جدا في الدول الاوروبيه. وجريزمان طبعا زي ما احنا هنشوف قدام حضراتكم انه حارس في تدريبات فرنسا، يعني بيتألق في التدريبات لعل وعسى ما ايه ممكن يحصل يستعينوا به لاعب يقف حارس مرمى مكان لوريس. لكن جريزمان واحد من اللعيبه المتالقه اللي بيتالقوا في اي مكان وفي اي نادي بيلعبوا فيه. والفيفا يحقق في الهتافات العنصريه للجماهير الانجليزيه امام المنتخب الكرواتي. منتخب انجلترا والجمهور الانجليزي بعد ما الطاوله اتقلبت والمنتخب الكرواتي جاب هدف الثاني بدأ ان هم يبقى فيه هتافات عنصريه على المنتخب الكرواتي، وبالتالي الفيفا لن يسمح بأي هتافات من النوع اللي فيه عنصرية. يعني شعار الفيفا اللي شفناه في المباراة قبل النهائي ما بين طبعا منتخبين أو لقائين، شفنا أن اللعيبة بيتصوروا مع بعض تحت يافطة نو فور ريسيزم أو لا للعنصرية، وبالتالي الفيفا لازم ياخد إجراء حازم جدا في الهتافات العنصرية للمنتخب الإنجليزي. و إنفانتينو يشكر متطوعي المونديال على طريقته الخاصة. طيب اللي حضراتكم شايفينه ده رئيس الفيفا، المتطوعين دول اللي هم قبل بطولة كأس العالم بيعلن الفيفا أو بيعلن اتحاد أوروبي أو أي جهة بتعلن عن إن هي محتاجة شباب متطوعة من طبعا أولاد أو بنات علشان يساعدوا الفيفا في تنظيم البطولة، بيبقوا موجودين في فندق اللعيبة وفي المباريات في المدرجات خارج الملعب في كل حتة. وبالتالي ده إنفانتينو لبس اللبس الخاص بالشباب المتطوعة، مكتوب على شمال الشاشة حضراتكم فولنتير يعني متطوع، وعلى اليمين لوجو كأس العالم روسيا 2018. وبالتالي لفتة طيبة من رئيس ذكي بيحاول ان هو طبعا يشكر على قد ما يقدر الولاد اللي ضيعت شهر كامل في خدمة كأس العالم. موضوع صعب جدا يا جماعة بدون أجر، وبالتالي يعني اللي بيتطوع في عمل زي ده لازم يكون حبه 100% وإلا أكيد هيزهق ومش هيكون قادر إنه يستحمل فترة شهر ما بين هنا وهنا وهنا. مجهود كبير جدا جدا على الشباب المتطوع، شفناه في مصر في بطولة 2006 على الناس اللي فاكرة، وإن في ناس تطوعت كتير جدا مصريين، وبالتالي موضوع بيبقى شاق جدا لكنه في الآخر أكيد طبعا بيكون حاجة مشرفة للدولة المنظمة اللي بيكون عندها شباب بيعرف يمثل البلد أمام المنتخبات اللي موجودة وأمام العالم كله.
وكاراجونيس لاعب وسط انتر ميلان اليوناني، يعني انتر ميلان الايطالي، قصدي ان هو لاعب يوناني يعني عشان الامر ما يختلطش على حضراتكم. والفائز مع المنتخب اليونان ببطوله يورو 2004 في تصريح بيقول ان على كرواتيا اذا اردتم الفوز بكاس العالم فالعبوا كعائله واحده. طبعا تصريح مهم جدا من نجم فاز ببطوله. واحنا قارنا ما بين اليونان وبين كرواتيا، انا تقريبا نفس العوامل موجوده عند المنتخبين. منتخب اليونان كان منتخب مغمور، محدش عارف عنه اي حاجه، كان موجود في مجموعه فيها البرتغال واسبانيا، قدر انه يصعد على حساب المنتخب الاسباني فرق الاهداف، كسب البرتغال في المباراة الافتتاحية وكسب أيضا الختام أمام المنتخب البرتغالي. وبالتالي نصيحة أعتقد أنها مهمة من نجم كبير في صفوف المنتخب اليوناني. وجاري لينكر الأسطورة الإنجليزية، من الأفضل عدم إقامة مونديال 2022 في قطر. الإنجليز هم أكثر المعترضين على إقامة المونديال في قطر، وبالتالي ده مش قرار جاري لينكر. جاري لينكر إعلامي بعد ما اعتزل كرة القدم، هو إعلامي كبير جدا في انجلترا وصوته مسموع دايما لما بيتكلم في قضيه بيهز بيها الراي العام في انجلترا او على السوشيال ميديا على تويتر او على الفيسبوك. وبالتالي قضيه بقت يعني كله بيتكلم فيها، مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل هيتم تنظيم مونديال 48 منتخب او 32. لكن فكره عدم اقامه المونديال ده في قطر اعتقد الموضوع منتهي، في تعاقدات، في عقود، خلاص تم تحديد المده وتم تسليم او هيتم الاعلان في مباراة نهائية عن تسلم قطر 2022 والاستعداد إلى المونديال القادم في البلد. وإنفانتينو تاني بيدعو أطفال الكهف لحفل الأفضل بعد صعوبة حضورهم لنهائي المونديال. طيب الراجل قال لهم أنا مش هسيبكم، أنا وراكم وراكم. بمعنى إنفانتينو قصة الكهف زي ما حضراتكم متابعين إن تم إنقاذ الأطفال المتواجدين في الكهف، وهو عددهم تقريبا 12 لاعب كرة قدم ومدرب عنده 25 سنة، 12 طفل موجودين. وبالتالي بعد ما تم إنقاذهم من الكهف بعد مساعدات ووجود غواصين على أعلى مستوى، ومش بس كمان دولة تايلاند اللي ساعدت، لا ده ناس متطوعة من كل بلاد العالم، نجحوا في الآخر أنه هيتم إنقاذ الأطفال بصعوبة بالغة وعلى كذا مرة، وبالتالي راحوا للمستشفيات. كان إنفانتينو دعا الأطفال لحضور نهائي المونديال وقال لهم لو خرجتوا قبل نهائي المونديال هتحضروا النهائي، ودي دعوة شخصية مني. وبالتالي الأطفال بعد ما خرجوا من الكهف وراحوا المستشفيات، الأطباء حذروا الأطفال بعدم الذهاب إلى نهائي المونديال، وده يأثر كتير جدا على صحتهم. لكن إنفانتينو يعني رئيس الفيفا إنفانتينو هيسكت؟ لا طبعا. فبالتالي تم دعوتهم إلى حضور حفلة ذا بست أو الأفضل اللي بيتم تسليم جوائز فيها، وهي أفضل لاعب في العام. وطبعا شرف ما بعده شرف وجود أطفال صغار في جائزة كلنا أكيد شرف لينا نكون متواجدين فيها، وهي لفتة طيبة ولفتة إنسانية أنه بيهتم بأي عنصر موجود تحت مظلة كرة القدم، وهي دعوة كريمة. وأكيد هنشوف الأطفال، وأكيد بقى هنبقى يعني لما الجائزة أو الحفلة تقام إن شاء الله هنبقى نجيب لحضراتكم وتواجد الأطفال وإزاي نكرمهم عن طريق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. اما صراع رباعي على اللقب الافضل في المونديال، هازارد وكين ومودريتش ومبابي بيتصارعوا على مين افضل لاعب في مونديال روسيا 2018. كمان عندنا الهداف، عندنا افضل حارس مرمى، عندنا جائزه اللاعب النظيف، وبجانب افضل لاعب في المونديال، يعني اربع جوائز نشوف مين اللي هيقدر انه يستحوذ عليه. وعندنا واحده محسومه من وجهه نظر بنسبه 90%، هي هاري كين، وهو هداف كاس العالم بست اهداف. مجموعته خدمته بنما وتونس، قدر انه يجيب اكبر قدر ممكن من الاهداف، وبالتالي ساعدته في مشواره في الحصول على الجائزه. اما دروجبا، على انجلترا ان تشعر بالفخر طبعا كونه واحد من لاعبي مانشستر يونايتد الانجليزي، وهو بيلعب في الدوري الانجليزي، فلازم يدافع عن دروجبا، اسف دروجبا مش بوجبا، طبعا لاعب تشيلسي السابق، في تصريحات لي انه قال كمان غير ان انجلترا تشعر بالفخر، وهو بيتمنى فوز المنتخب الفرنسي على حساب كرواتيا.
اتربى في فرنسا، تألق في أولمبيك مارسي، وبالتالي هو بيشجع أو هيشجع منتخب فرنسا وبيتمنى التوفيق للمنتخب الفرنسي. وأيضا بيتكلم على إنجلترا، أنه بيشعر أنه بيقول للإنجليز لازم تفتخروا باللعيبة اللي موجودة في المنتخب، والليجا الأسبانية تسيطر على نهائي المونديال. وبنتكلم على اللعيبة اللي موجودة في الليجا الأسبانية واللي بتلعب للمنتخبين سواء فرنسا أو لمنتخب كرواتيا. وحكم النهائي شعوري لا يوصف، طبيعي جدا، وعلى طريقة الهزار ما بين المنتخبين فرنسا وكرواتيا، ويعني الناس بار عندهم تقبل لوجهات النظر و تويترات ما بين المنتخبين. طبعا احنا عارفين ان كان في لقاء اخير ما بين في 98 ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الكرواتي، وده كان منتخب فرنسا فاز فيه 2-1 على المنتخب الكرواتي، ليليان تورام صاحب الهدفين، وسوكر اللاعب الكرواتي وصاحب الهدف. وكان كل منتخب بيتكلم وبيقول هل انت مستعد، في نفس الوقت ده يقول له خلاص احنا هنجيب سوكر معانا، ده يقول له لو ما جبتش سكر احنا مش هنجيب ترام، لكن لو جبت سكر هنجيب ترام معانا. فبالتالي يعني زي ما احنا عارفين دايما المسؤولين عن السوشيال ميديا في اوروبا عندهم فكر مختلف، بيحبوا دايما يهزروا مع بعض، بيحبوا دايما يعني يولعوا الاجواء، بس فيها روح رياضيه، فيها ان الجمهورين يكونوا محترمين بعض، ان ما يكونش فيه الفاظ خارجه، ان ما يكونش فيه عدم احترام للخصم. فبالتالي يعني اكيد مسج يعني مهم جدا حاولنا نقلدها هنا في مصر. الموضوع مشي، كان فيه يعني زي ما احنا ما بنقول تعصب كبير جدا ما بين الفرق اللي موجوده داخل مصر، بنعملها بشكل مبالغ فيه شويه، لو عملناها واخدناها بشكل هزار اعتقد ان هي تبقى دمها خفيف وهتمشي معانا في الدوري المصري. وبالتالي يعني هو بقى ايه رك على الاكونت على السوشيال ميديا والشخص اللي مسؤول عنها، الشخص اللي مسؤول عنها هو ده اللي هيكون يعني متحكم اكتر في التعصب ما بين الجمهورين وكمان رد فعل الجمهور المتواجد. وساوث جيت سنكرر انجاز المانيا في وقت قصير، وده كانوا بيتكلم على المؤتمر الصحفي اللي اقيم اليوم، وسالوه على تقييمك لتجربتك مع المنتخب الانجليزي، قال لهم منتخب المانيا في يمكن 2006 و2002 2002 وايضا 2010 و2014 لما كان عنده تجربه في تطوير لعبه كره القدم، وانه